وفاة أكبر معمرة في الجزائر. عاشت قرن وتسع سنوات. توفيت اليوم الخميس المعمرة نخيرة إمي العز بمسقط رأسها ببلدية صدوق في ولاية بيجاية الجزائرية، وهي أكبر معمرة بالجزائر. عاشت قرن وتسع سنوات حسب ما أفادت صحيفة النهار الجزائرية، وشغلت إمي العز في زمنها كقابلة معروفة، كما أنها تقوم بغسل الموتى تاركة وراءها إرثاً عائلياً كبير من الأولاد والأحفاد يعدون بالعشرات، وقد لقيت طوال عمرها عجزها باستحسان كبير في ولايتها باعتبارها رمز للبركة ومن الزمن الجميل. إنا لله وإنا إليه راجعون.